السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي الصف الثاني، أهلا وسهلا بكم. إحنا النهاردة هنتكلم عن الحلقة بتاعتنا استكمالا للحلقة اللي فاتت، وكانت الحلقة اللي فاتت كانت مراجعة على الوحدة الأولى، كانت الغذاء والتغذية. واحنا عرفنا كده ببساطة شديدة ان الغذاء بيتكون من مجموعة من العناصر، وقلنا واتكلمنا عن المواد البروتينية والمواد الجيبوهيدراتية، واتكلمنا عن الدهون، واتكلمنا عن الفيتامينات، واتكلمنا قلنا ان الفيتامينات في نوعين من انواع الفيتامينات، في فيتامينات دايبة في الدهون اللي هي زي فيتامين ألف ودال وه وكاف، وفي فيتامينات دايبة في المية زي مجموعة فيتامين ب ومجموعة فيتامين ج. وتطرقنا إلى أن أعراض نقص بعض أنواع الفيتامينات زي فيتامين ألف قلنا نقصه اللي بيسبب المرض المشهور العشاء الليلي، وخلي بالك أن ممكن في الامتحانات بتبقى جاي أسئلة اختيارية أن مثلا يقول لك نقص فيتامين ألف يسبب مرض، ويكتب لك بعض أنواع الأمراض وانت تحط الإجابة الصحيحة أو تحط خط تحت الإجابة الصحيحة. فيتامين ألف بيسبب مرض العشاء الليلي، وكلمنا عن فيتامين دال، وعرفنا أن فيتامين دال ده موجود في إشعة الشمس، علشان كده لازم ان احنا الاطفال نحاول ان احنا ندهن لهم ايديهم ورجليهم بزيت الزيتون ونعرضهم لاشعه الشمس، علشان ده بيرسب الفوسفور والكالسيوم على العظم وبيقوي العظم بتاعهم. اتكلمنا كمان عن فيتامين ه، وقلنا ان فيتامين ه ده مهم لعدم حدوث الاجهاض المتكرر عند السيدات والعقم عند الذكور، وكمان اتكلمنا عن فيتامين ك، وقلنا ان نقصه بيسبب مرض مشهور اسمه مرض الادماء. خلصنا المجموعة دي ودخلنا على مجموعة فيتامين ب، وقلنا في أنواع كتيرة من فيتامين ب اللي هي ب واحد وب اتنين وب ستة وب سبعة وب اتناشر، وكلمنا وقلنا إن في ب اتناشر ده بالذات نقصه بيسبب نوع من أنواع الأنيميا الخبيثة، وده ليه علاج، ومجرد إما أنت تحضر الوجبة الغذائية مستوفية لجميع العناصر الغذائية الأنيميا دي بتروح. اتكلمنا برضو عن الاملاح المعدنيه، وقلنا ان الاملاح المعدنيه عندنا ملح مشهور جدا اليود والحديد. الحديد واليود دول من الاملاح المهمه جدا، بحيث ان اليود ده لو نقصه بيسبب مرض مشهور جدا عرفناه اللي هو مرض جويتر، مرض جويتر اللي هو تضخم الغده الدرقيه. وقلنا كمان ان الحديد نقص الحديد بيسبب الانيميا، طبعا بتبقى الانيميا انيميا تبص تلاقي وش الانسان شاحب جدا، قدرته على اداء العمل بطيئه، عنده نهجان، وده دليل على ان الغذاء مش مستوفي للعناصر الغذائيه. احنا المره اللي فاتت وقفنا عند ده، النهارده باذن الله هنكمل على بقيه المكونات الغذاء، وهي المكون المشهور جدا اللي هو الماء. عندنا المية، في سؤال بيقولك ايه هي وظيفة المية؟ ايه هي وظيفة المية؟ احنا عارفين دلوقتي ان المية بتمثل حوالي 70% من وزن الجسم، دي مهمة برضو خلي بالك انها ساعات ممكن تيجي اسئلة اختيارية، بتمثل كام؟ 70%. المفروض الانسان علشان يتناول حوالي من 2 ل 3 لتر مية يوميا. طيب المية دي هتبص تلاقيها لها كذا فايدة. أول حاجة بتساعد على عملية المضغ وعملية البلع وعملية الهضم. تاني حاجة، مجرد ما الأكل بينزل في المعدة وبيتهضم بيبقى لازم في وسط مائي عشان عملية الامتصاص. بعد كده طبعا مهم لعملية الإخراج، ما يقدرش يحصل إخراج إلا في وجود وسط مائي. كمان بتنظم درجة حرارة الجسم، إن الإنسان لما بيبقى في درجة لما يكون الجو حر تبتدي يفرز العرق، والعرق ده في نسبة من المية دي بتنظم درجة حرارة الجسم. بالإضافة إن المية بتدوب فيه المواد اللي بينتج عنها الضغط الإسموزي اللي بيلعب دور في دورة الدم في الجسم. طيب نيجي دلوقتي لحاجة تانية اللي هي المجموعات الغذائية. المجموعات الغذائية، احنا الاكل اللي في الدنيا دي كلها قسموه تحت كذا مجموعة غذائية. اول مجموعة ممكن نقولها اللي هي عبارة عن ايه؟ مجموعة الحليب. مجموعة الحليب دي من المجاميع المهمة جدا، طبعا بتتناول معظم المنتجات بتاعة اللبن، في عندك الزبادي، في عندك الجبنة بأنواعها. الإنسان لابد أن هو يتناول مجموعة الحليب ده. احنا عارفين أن الحليب بيحتوي على البروتين المشهور جدا اللي هو الكازين. الكازين ده في الأحماض الأمينية الأساسية اللي بيحتاجها الجسم. طيب اللبن ده المفروض البني آدم الكبير بيتناول حوالي من 2 ل 3 أكواب لبن في اليوم.
المرأة الحامل ممكن توصل لثلاث كوبايات برضو. المراهقين اللي هو في سن المراهقة لابد انهم بيتناولوا في اليوم على الأقل 4 كوبايات من الحليب. طبعا احنا عارفين ان الحليب فيه نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور، وده مهم للعظام وفي الأسنان. في عندنا كمان مجموعة اللحوم. مجموعة اللحوم طبعا بتشمل جميع أنواع اللحوم، اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. الإنسان المفروض يتناول على الأقل في اليوم من 120 ل 180 جرام من اللحوم. كمان تحت مجموعة اللحوم في مجموعة البروتين الحيواني، زي عندك البيض. الإنسان ممكن يتناول 4 بيضات في اليوم، بيوزعها طبعا مش مرة واحدة، أو إن هو يتناول كوبين من البقوليات، أو بيتناول كوب واحد من الجزيئات اللي بتقع تحت هذه المجموعة. في المجموعة اللي بعد كده اسمها مجموعة الخضار والفواكه. طبعا مجموعة الخضار والفواكه دي مجموعة يعني كبيرة جدا، بتشمل الفواكه والخضروات، واحنا عارفين إنها بتحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة للجسم. الإنسان المفروض يتناول على الأقل في اليوم 400 جرام من الخضار. الأرقام دي برضو لازم إن أنت تعرفها، لأنها ممكن تيجي أسئلة اختيار، يعني ممكن يقول لك إيه، ينصح بتناول وجبة لحوم كم جرام، يبص تلاقي يديك كم رقم، فأنت تجاوب تحت الإجابة الصحيحة. بعد كده برضو في عندنا مجموعة الحبوب والخبز. مجموعة الحبوب والخبز دي بتشمل القمح والشعير والرز وكل الحبوب، واحنا عارفين كويس جدا ان مجموعة الحبوب دي بتبقى مصدر لمجموعة فيتامين ب. مجموعة فيتامين ب دي مجموعة مهمة جدا للجهاز العصبي، فلازم الإنسان يكون حريص جدا على أن يتناول معظم المجموعات الغذائية، بحيث أن الوجبة بتاعته تبقى وجبة صحيحة، وجبة غذائية متكاملة. في سؤال بيقول لك ايه هي، ما هي انواع الانيميا الوراثيه؟ ما هي انواع الانيميا الوراثيه؟ خلي بالك ان في انيميا غذائيه وفي انيميا وراثيه. الانيميا الوراثيه دي بتيجي نتيجه الوراثه، علشان كده بيقولوا تملي لاي شباب مقبل على الزواج ان انت لابد ان انت تعمل تحاليل. التحاليل دي الغرض منها لو نعرف بس في اي اصابات او اي، عشان تفاديا للامراض الوراثيه. الانيميا الوراثيه في منها 3 انواع. اول نوع اسمها الانيميا المنجلية. في نوع تاني اسمه انيمية البحر المتوسط، اللي هي اللي بيسموها الثلاسيميا. في مجموعة تالتة اللي هي انيمية الفول او نقص الخميرة، دي مهمة جدا. انواع الانيميا الوراثية 3 انواع، اللي هي الانيميا المنجلية، في عندك انيمية البحر المتوسط الثلاسيميا، عندنا انيمية الفول او نقص الخميرة. لو جينا الأول نوع من الأنيميا المنجلية، زي ما انتوا شايفين كده في الشريحة، تبص تلاقي كرات الدم الحمراء، المفروض ان هي شكلها كروي، تبص تلاقي ان كرات الدم تبص اتكسرت وبقت عاملة زي المنجل، شكل المنجل زي ما انتوا شايفين كده، ودي بيقولوا عليها الأنيميا المنجلية. الأنيميا المنجلية دي عبارة عن ايه؟ الأنيميا المنجلية دي عبارة عن نوع من الأنيميا الوراثية، بتنتج عن تغيير كرية الدم الحمراء، بتصبح شكلها ايه؟ شكلها هلالة الشكل، زي ما انتوا شفتوا شكلها بتبقى متكسرة عند نقص الاكسجين. طيب في عندنا حاجة اسمها الاعراض بتاعتها. ايه اعراض الانيميا المنجلية دي؟ اعراض الانيميا المنجلية في كذا حاجة. اول حاجة بتلاقيها قصر عمر الخلايا الدم الحمراء، عمرها بيبقى قصير. طيب في عندك آلام حادة في المفاصل والعظم، يشتكي المريض دايما ان المفاصل بتاعته تعبانة جدا. برضو من ضمن الحاجات ان هو تآكل في العظام، ودي طبعا بتبقى آلام مبرحة. النوع ده من الأنيميا يعني صعب العلاج عن طريق التغذية، فعشان كده بيبتدي يعملوا دي بتتعالج عن طريق العمليات الجراحية اللي هي عبارة عن زرع النخاع. في نوع تاني من الأنيميا اللي هي، في سؤال بيقول لك ما هي الاحتياطات الواجب مراعاتها لمريض أنيميا الفول أو نقص الخميرة؟ دلوقتي في نوع من أنواع الأنيميا اسمها أنيميا الفول أو نقص الخميرة. تبص تلاقي إن الإنسان اللي بياكل بقوليات زي العدس أو الفول، تبص تلاقيه بعد ما بيجي ياكل بيحصل له تكسير في كرات الدم الحمراء بتاعته، وبيصاب بنوع من أنواع الأنيميا طبعا، ودي حاجة خطيرة، حالة خطيرة جدا. عشان كده في احتياطات لازم إن احنا نخلي بالنا منها، بالذات لأنيميا الفول ده. إيه هي الاحتياطات دي؟ أول حاجة إن هو بيتجنب الأطعمة اللي فيها بقوليات، ما يأكلش حاجة فيها عدس، أو يأكل حاجة فيها فول أو أي حاجة خاصة بالبقوليات، لأنها هتضره ضرر مميت يعني. في كمان حاجة إن هو بيتجنب الأدوية اللي بتسبب تكسير في كرات الدم الحمراء،
في طبعا لازم كمان لما يجي يروح للطبيب لازم يقول له لو تعب ولا اي حاجه، لازم يقول له ان انا عندي انيميا الفول، عشان يبتدي يكتب له العلاج بما يتناسب مع الحاله بتاعته. في عندنا كمان تجنب المريض للامراض الفيروسيه والبكتيريه، وما يخالطش مرضى لان المناعه بتاعته بتكون ضعيفه، فلازم يحافظ على نفسه. بس اهم حاجه ان هو يبتعد تماما عن البقوليات، ودي ممكن برضو بتيجي صح وغلط. يعني ممكن يقول لك سؤال، يقول لك ايه، يقول لك من الاحتياطات الواجب مراعاتها لمريض انيميا الفول ان ياكل المواد البقوليه. طبعا غلط، لازم يتجنبها تماما حتى لا يصاب بهذا النوع من انواع الانيميا. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه، ايه الفرق بين الشخص السليم والشخص حامل المرض والشخص المصاب؟ ايه الفرق بين الشخص السليم والشخص الحامل للمرض والشخص المصاب؟ انت من خلال التعريف هتبص تلاقي برضو ممكن تيجي لك السؤال ده صح وغلط. يعني اول حاجة هنقول الشخص السليم، الشخص السليم ماله؟ هو الشخص الذي لا يحمل صفة المرض، شخص مظهره وكل هيئته سليمة في 100% وما بيحملش ابدا صفة من صفة، حتى لو اتجوز حد حامل للمرض ما بيبقاش فيه الاطفال ما بيجوش فيهم عندهم امراض. طيب تاني حاجة اللي هو الشخص الحامل للمرض، هو الشخص اللي بتظهر فيه اللي بيبقى يحمل صفة المرض بس الأعراض ما بتظهرش عليه، يعني بيبقى هو تعبان أساسا من جوه بس ظاهريا ما بيبانش عليه. وده طبعا النوع ده من الأشخاص ده لو اتجوز حد حامل للمرض بتظهر أطفال مريضة بالأمراض الوراثية. طب في عندنا الشخص المصاب، هو الشخص اللي بتظهر عليه اعراض المرض وبه صفه المرض، الاثنين يبقى شكله تعبان وفي صفه المرض. عشان كده بنقول لابنائنا الناس المقبلين على الجواز لابد انهم يعملوا التحاليل اللازمه علشان ان شاء الله ينتج جيل خالي من اي امراض وراثيه باذن الله. في عندنا سؤال بيقول لك ايه، عرف سوء التغذيه. سوء التغذية معناها ان المادة الغذائية غير مستوفاة لبعض العناصر الغذائية بالقدر اللازم. تبص تلاقي الاكل فيه يعني تبص تلاقي بيهتموا يعني بيركزوا على المواد الكربوهيدراتية قوي، او يركز على المواد البروتينية قوي، او يركز على الدهون، بيصاب بسوء تغذية. مش معنى ان انت بتاكل لحمة كتير يبقى معنى كده ان انت ما شاء الله خدت بروتين، لا ما ينفعش، لازم يكون في تنوع في الوجبة الغذائية حتى لا يصاب الانسان بسوء التغذية. اذا سوء التغذية عبارة عن نقص الغذاء لاحد العناصر الغذائية ويكون الغذاء غير مستوفي لعناصره بالقدر اللازم. طيب في اثار مترتبة عن سوء التغذية، ايه هي الاثار المترتبه عن سوء التغذيه؟ اول حاجه بيحصل الخمول وقله النشاط، دي اول حاجه. بص تلاقي في الانسان كسلان على طول، مش قادر حتى يتحرك ويقوم باي وظيفه. ارتفاع نسبه الوفيات، طبعا الاكل مش مظبوط فلازم تحصل نسبه الوفيات تبقى عاليه. انتشار الامراض الميكروبيه وزياده الاصابه بالامراض، في كمان انتشار امراض سوء التغذيه. دلوقتي في سؤال تاني ممكن نقوله بيقول لك ايه، ايه هي اهم او ما هي اتجاهات الدولة نحو تحقيق الامن الغذائي؟ الدولة بتعمل ايه عشان تحقق الامن الغذائي؟ اول حاجة الدولة الاهتمام بالانتاج الزراعي، طبعا الدولة اهتمت بالانتاج الزراعي بانها زودت المساحة المزرعة، اهتمت بالتقاوي، اهتمت بالاسمدة، اهتمت بمقاومة الافات، اهتمت بالتقنية الحديثة في عمليات الزراعة والاجهزة الحديثة، كل دي اهتمامات الدولة نحو الامن، تحقيق الامن الغذائي. تاني حاجة عملتها قالت الاهتمام بالانتاج الغذائي، والاهتمام بالانتاج الغذائي بانها اقامت مصانع الغذائية، المصانع الغذائية كترت قوي في جمهورية مصر العربية، هتبص تلاقي فيها ابتدوا يهتموا باحلال الاجهزة الحديثة محل الجديدة، ابتدوا يدخل الناس تبتدي تدخل في دورات تعليمية ازاي يعرفوا يشتغلوا هذه الالات، ابتدوا يهتموا بمراقبة الجودة للغذاء عشان ينتج غذاء آمن يفي بمواصفات الجودة. كل الكلام ده الدولة حققته علشان خاطر
مصادر النهوض بالدولة والنهوض وتحقيق الأمن الغذائي. في كمان من ضمن الحاجات اللي المفروض اللي هي الاستيراد الغذائي. طبعا عملت الدولة بروتوكولات تعاون بحيث بقى في نوع من أنواع التنويع في المواد الغذائية، ابتدينا نستورد الحاجات الكويسة وابتدينا نقلدها، بالعكس ده كمان من خلال الاستيراد ابتدينا نبتدي في منتجات جديدة نزلت السوق نتيجة ان احنا ابتدينا نتدرب على تصنيع هذه المنتجات. كمان من ضمن الحاجات اللي بتساعد الاتجاهات الدولة نحو الأمن الغذائي ان هي مجالات التعاون مع الدول الصديقة، ان هم ابتدى يبقى يتعمل بروتوكولات تعاون مع الدول الصديقة في مجال الغذاء والتغذية. ده من ضمن الايه السؤال. في سؤال بعد كده بيقول لك ايه اللي هي الوحدة التانية اللي هي الأغذية الشعبية. الأغذية الشعبية، والأغذية الشعبية دي مهمة جدا، هي وحدة جميلة كده وخفيفة جدا وكلنا عارفين الأسئلة اللي فيها وبتيجي في الامتحان كتير. طب لما نيجي نقول دلوقتي السؤال بيقول لك ايه، عرف الأغذية الشعبية. الأغذية الشعبية كده نقول مع بعض أغشياء ايه، هي وجبات من التراث الشعبي صح، بتبقى رخيصة الثمن، بيتناولها عامة الشعب، ما بينقصهاش إلا بعض العناصر الغذائية علشان تبقى وجبة غذائية متكاملة. ودي بتيجي في الامتحان أكمل يقول لك إيه، عرف الأغذية الشعبية. تعال نشوفها كده بقى. يبقى الأغذية الشعبية هي عبارة عن وجبات غذائية من التراث الشعبي، نجد إنها رخيصة الثمن، يتناولها معظم الناس كوجبات رئيسية يومية، وأغلبها له قيمة غذائية عالية ولا ينقصها غير بعض العناصر لتكون وجبة متكاملة أو وجبة كاملة. طب لما نيجي نقول لك كده إيه أمثلة للأغذية الشعبية زي إيه؟ طبعا إحنا كلنا عارفين الأغذية الشعبية، عندنا الطعمية كلنا بنحبها، عندنا الكشري، عندنا البليلة، عندنا البصارة، عندنا الفول، كل دي أغذية اسمها أغذية شعبية بيحبها الشعب المصري وكلنا بنتناولها. الأسئلة بقى الخفيفة اللي بتيجي على الوحدة دي إيه؟ أما نيجي نسأل سؤال نقول إيه؟ علل. تعتبر الطعمية أعلى في القيمة الغذائية من الفول المدمس. تعتبر الطعمية أعلى في القيمة الغذائية من الفول المدمس. طبعا إحنا عارفين ان الطعمية بتتميز انها بتحتوي على الخضرة، عندنا الخضرة اللي في الطعمية عبارة عن ايه، برافو عليكم، كزبرة وكرات وبقدونس وشبت. طيب طبعا وعندنا السمسم. طب البقدونس والشبت ودي بتزود ايه، نسبة الفيتامينات فيها بتبقى عالية، السمسم ده بتزود الدهون، في عندك الدهون والاملاح المعدنية والفيتامينات، كل دي موجودة في الطعمية. يبقى نظرا لاحتواء الطعمية على الخضرة اللي هي مصدر للفيتامينات والأملاح المعدنية، بتحتوي على السمسم مصدر للدهون، كل ده بيرفع محتوى من القيمة الغذائية، علشان كده قيمتها الغذائية بتبقى أعلى من الفول المدمس. في عندنا سؤال تاني بيقول لك ايه، ما هي فوائد الفول المدمس؟ الفول المدمس ده ليه فوائد كتيرة جدا، بس خلي بالك ما تاكلش الفول المدمس على طول، لا، كل حاجه خير الامور اوسطها. احنا بناكل وجبه صباحيه كده الفول المدمس، يكتفي بوجبه صغيره كده. طيب بس الفول المدمس ليه فوائد كتيره جدا، ايه هي؟ اول حاجه في الفول المدمس هتبص تلاقي نسبه البروتين فيها عاليه، يعني نسبه اللي هو غني بالبروتينات والفيتامينات والاملاح المعدنيه مثل الحديد والفوسفور. هنبص تلاقي بيقول يقاوم التوتر والاجهاد. في حاجة كمان بيحتوي على مركبات كيميائية معقدة بيقولك تقاوم مرض السرطان. في كمان حاجة مفيد لعضلة القلب، بتحافظ على مستوى الكوليسترول في الدم. في كمان بتعمل على خفض الضغط لدى النساء في مرحلة سن اليأس. في كمان بتحافظ على مستوى السكر في الدم. كل دي فوائد للفول المدمس، وبتحتوي على مواد تقوي المناعة، علشان كده احنا بنفضل الصبح كده الانسان ياكل وجبة فول مدمس كده، بس ما يكترش منها، خير الامور اوسطها. طب السؤال اللي بعد كده برضو سؤال مهم بيجي في الامتحان، بيجي صح وغلط او علل. علل لما يلي، بيتم اضافة نسبة من بروتين الصويا من 15-30% اثناء تصنيع الفول المدمس. خلي بالك كمان السؤال ده ممكن يجي لك بدل لما يكتب فول الصويا بروتين الصويا، ممكن يقول لك علل لما يلي، يتم إضافة العدس بنسبة 15-30% عند تصنيع الفول المدمس.
ايه هو بقى؟ اول حاجه في 3 حاجات. رقم 1 اكساب الفول المدمس اللون المميز، هو اللي بيديله اللون الاصفر الجميل ده. في عندنا كمان بيحسن الطعم، والحاجه الاساسيه ان هو بيزود نسبه البروتين. يبقى السؤال ده من ضمن الاسئله الجميله اللي دمها خفيف، اللي هو بيكسب الفول اللون المميز، بيحسن الطعم، وبيزود نسبه البروتين. في سؤال بعد كده كمان بيقول لك ايه، كيف يمكن رفع القيمة الغذائية للفول المدمس؟ الفول المدمس لوحده كده وجبة برضه بينقصه بعض العناصر الغذائية، احنا عايزين نخلي وجبة الفول المدمس دي تبقى وجبة متكاملة. ببساطة شديدة جدا، الفول المدمس ده يعتبر بروتين نباتي صح، بيحتوي على الأحماض الأمينية الغير أساسية، يبقى أنا أدعمه ببروتين حيواني إزاي؟ ممكن أكل معاه بيضاية، ممكن أكل معاه علبة زبادي، يبقى أنا كده دعمته ببروتين حيواني. ممكن كمان إن أنا أدعمه بحاجة تانية، إن أنا ممكن أعمل سلطة جنبه، أكل مثلا فلفل أخضر دي برضو مصدر للأملاح المعدنية، أكل معاه جرجير أو فجل دي كمان مصدر للأملاح المعدنية والفيتامينات، وممكن بحط عليه شوية زيت. يبقى أنت كده أنت بتعمل حاجات أنت مش واخد بالك منها، ان انت خليت الوجبه دي خليتها وجبه غذائيه متكامله. لا، يبقى الاجابه النموذجيه بتاعتها اللي هي كيف يمكن رفع القيمه الغذائيه للفول المدمس، وذلك عن طريق اضافه المواد الاتيه عند الاعداد: مصدر للبروتين الحيواني مثل البيض، ومصدر للاملاح المعدنيه مثل الخضر زي البقدونس والفلفل الاخضر، ومصدر للفيتامينات مثل الجرجير والفكل. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما هي فائدة التدميس والنقع عند تدميس الفول؟ احنا ما بنيجي ندمس الفول، احنا ساعة بناخد الفول قبل ما بندمسه بننقعه حوالي 12 ساعة في المية. طيب النقع ده ليه فايدة؟ ايه الفايدة بتاعت النقع؟ طبعا انتوا عارفين ان قشرة الفول بتبقى سميكة اللي هي القصرة. بنبتدي لما بتيجي تعمل عملية النقع بتعمل عملية تليين القصرة، وبالتالي بتعمل اختصار في زمن الايه؟ في زمن الطهي، صح كده؟ يبقى دلوقتي اما اجي اقول لك ليه بتعمل عملية النقع؟ اهي فايدة عملية النقع انها بتعمل ايه؟ بتعمل تليين للقصرة وتقليل زمن الطهي. لما نيجي نقول بقى ايه فايدة التدميس؟ فايدة التدميس بقى التدميس نفسه بيعمل ايه؟ أول حاجة بيؤدي إلى التحليل المائي لمكونات الفول من البروتين والكربوهيدرات، وتحويلها من مركبات معقدة إلى مركبات بسيطة للجسم يسهل هضمها وامتصاصها. احنا عندنا جوه الفول في مواد كربوهيدراتية ومواد بروتينية بتبقى في صور معقدة ما يستطيعش الإنسان إن هو يهضمها، ولكن بعملية التدميس المواد البروتينية دي والمواد الكربوهيدراتية دي هتتحول من مركبات معقدة إلى مركبات بسيطة يسهل الإنسان إن هو يهضمها ويمتصها الجسم. برضو من ضمن الحاجات اللي بتساعد عملية التدميس أول حاجة اللي هي تحسين اللون. تبص تلاقي لون الفول بيبقى بني فاتح، ده نتيجة تفاعل مشهور جدا اسمه تفاعل ميلارد. تفاعل ميلارد ده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن تفاعل ما بين الأحماض الأمينية والسكريات، عشان كده بيديك اللون الجميل بتاع الفول. برضو من ضمن الحاجات فايدة التدميس اللي هو تحسين الطعم. يبقى احنا عندنا حاجتين، عندنا فايدة عملية النقع اللي هو تليين القشرة الخارجية وبالتالي اختصار في زمن الطهي، في عندنا اللي هو فايدة التدميس يؤدي إلى تحليل الماء لمكونات البروتين والكربوهيدرات وتحويلها من مركبات معقدة إلى مواد بسيطة يمكن للجسم هضمها وامتصاصها، وتاني حاجة يؤدي التدميس إلى إكساب الفول اللون المميز عن طريق تفاعل ميلارد اللي بيتم بين السكريات والأحماض الأمينية. في عندنا الحاجة التانية البليلة. في سؤال كده بيجي على البليلة، ايه هو؟ ما هي القيمة الغذائية للبليلة؟ البليلة كلنا الصبح كده لازم نكون حريصين ان ولادنا ياخدوا الصبح كده كوباية بليلة باللبن بالسكر، ده حلو جدا. طب البليلة دي فايدتها ايه؟ البليلة دي اول حاجة مصدر للطاقة. ليه مصدر للطاقة؟ لان انت بتحط فيها سكر فهتدي باور عالي. طيب تاني حاجة مصدر البروتين الحيواني. ايه بروتين حيواني ده؟ ان انا بحط فيها لبن، اللبن ده هي الكازين بتاع اللبن اللي هو بيحتوي على الاحماض الامينية الاساسية بالنسبة اللي بيحتاجها الجسم. في كمان مصدر لمجموعة فيتامين ب، فيتامين ب دي موجودة في الحبوب اللي هي في حبة القمح نفسها، عشان كده تعتبر البليلة قيمتها الغذائية عالية جدا.
نشوفها كده مع بعض الإجابة النموذجية اللي هي القيمة الغذائية للبليلة اللي هي مصدر جيد للطاقة لوجود السكر وارتفاع نسبة المواد الجيبوهيدراتية، مصدر للبروتين والكالسيوم لاحتوائه على الحليب، غني بمجموعة فيتامين ب. وعرفنا فيتامين ب ليه؟ لأن حبة القمح نفسها هي اللي فيها نسبة فيتامين ب. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه اللي هي الوحدة الثالثة اللي هي الاشتراطات الصحية للأغذية وسلامة الغذاء. الاشتراطات الصحية للأغذية وسلامة الغذاء هي وحدة بسيطة ما فيهاش اي حاجة، بس انت المفروض يعني ايه تدرسها بطريقة صحيحة او تذاكرها بطريقة صحيحة. بناخد بعض الأسئلة المهمة عن الوحدة دي، وهي كلها أسئلة انت نفسك عارفها وبتطبق، بس ايه هنبتدي مع بعض نذاكرها كده مع بعض. بأول سؤال، ايه هو اول سؤال؟ بيقول لك ايه، ما هي اهم الممارسات الهامة، ما هي اهم الممارسات الهامة للحصول على غذاء امن؟ يعني ايه الحاجات اللي بتتعمل على الاكل او المادة الغذائية اللي بتوصلك عشان تحس ان الغذاء ده امن صالح للاستهلاك الادمي، ان انت تاكل الاكل ده وانت مطمئن نفسيا وحاسس ان الاكل ده امن؟ ايه هي الممارسات دي؟ الممارسات دي كذا حاجة. عندك أول حاجة ممارسة الشؤون الصحية الجيدة. ممارسة الشؤون الصحية الجيدة إن أنت كل حاجة من أول إما الخامة بتدخل المصنع، الخامة بتدخل المصنع شروط صحية جيدة، الخامة مواصفاتها إيه، العامل اللي بيشتغل إيه، العبوات اللي بعبي فيها، كل دي اسمها ممارسة شؤون صحية جيدة. في عندك كمان إيه، مقاومة الآفات. مقاومة الآفات إن أنت لازم يكون عندك برنامج وقائي لمقاومة الآفات والحشرات علشان الغذاء اللي عندك بينتج يبتدي ينتج في ظروف صالحة. في عندك كمان مراقبة صحة العاملين، دي من ضمن الممارسات الهامة إن أنت بتشوف العاملين وتعمل مراقبة عليهم وتعمل لهم تحاليل كل فترة عشان تبقى عارف خلوهم من أي أمراض معدية. في عندك برامج تدريب العاملين ان انت علشان ترقى بالمستوى وتحقق نظام غذائي امن، ان انت لازم تدرب العاملين وتشوف وتوريهم احدث التقنيات الحديثة علشان يبتدي يتعلمها ويبتدي يطبقها في المصنع بتاعه. في عندك كمان اللي هي سحب العينات من السوق لفحصها. ايه سحب العينات من السوق لفحصها؟ ان انت لما بتيجي تنتج منتج غذائي تبتدي يبقى فيه مراقبة حتى ما بعد عملية البيع. يبقى انت دلوقتي انت بتودي لمراكز البيع، تبتدي تعمل من آن لآخر تبتدي تسحب عينة كده وتبتدي تحللها تشوف هل طريقة العرض وطريقة البيع اتحطت في ظروف صحية كويسة ولا لا، هل المنتج ده طريقة التخزين بتاعته كانت مش سليمة ولا لأ، علشان يبقى الغذاء ده يوصل للمستهلك في صورة آمنة تماما. في كمان تسجيل شكاوى المواطنين، لابد ان انت بتهتم جدا بشكاوى المواطنين، تشوف ايه بيشتكوا من ايه، المنتج ده فيه ايه، طعمه ايه، ما ينسبش الموضوع ماشي كده علشان ترقى بمستوى المنتج بتاعك يبقى منتج ممتاز وجيد وآمن. في كمان ممارسة التصنيع الجيد، إن عملية التصنيع دايما جوه المصنع لابد أن تكون بطريقة صحيحة جدا وطريقة جيدة. ومن هنا ممارسة التصنيع الجيد دي هندخل على سؤال مهم جدا. إيه هو السؤال ده؟ السؤال بيقول لك إيه؟ عرف ممارسات التصنيع الجيد. عرف ممارسات التصنيع الجيد، يعني إيه كلمة ممارسات تصنيع جيد؟ نقولها كده مع بعض، إن أنت بتراقب كل حاجة في عملية التصنيع طبقا لنواحي إدارية معينة، بحيث ان انت تضمن ان المادة الغذائية توصل للمستهلك وتكون آمنة عليه. آمنة نعرفها مع بعض كده بالطريقة العلمية الصحيحة اللي هي عبارة عن مراقبة كل ما يخص عمليات تصنيع الغذاء طبقا لمواصفات إدارية وفنية محددة لإنتاج غذاء آمن يفي بمواصفات الجودة. هنقولها تاني، هي مراقبة كل ما يخص عمليات تصنيع الغذاء طبقا لمواصفات إدارية وفنية محددة لإنتاج غذاء آمن يفي بمواصفات الجودة. طيب اما نيجي للسؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه، ايه هي مراحل في عملية الإنتاج اللي تسهم في الحفاظ على سلامة الغذاء؟ يعني في حاجات بتتعمل في مراحل الغذاء بتؤدي الى بتحافظ على سلامة الأغذية دي، واحنا بنعمل عملية التصنيع في بعض مراحل كده اقول لك اه دي هتحافظ لك على سلامة الغذاء. زي ايه؟
اول حاجه عندنا المعامله الحراريه. المعامله الحراريه اللي بتتم على الماده الغذائيه، سواء كانت معامله حراريه بطريق بسترة، عن طريق تعقيم، عن طريق تبريد، عن طريق تجميد، كل دي معامله بتساهم في سلامه الغذاء. في عندنا اللي هي التبريد الفجائي. يعني ايه التبريد الفجائي؟ انت ما بتيجي تعمل عمليه بسترة او عمليه تعقيم، ان انت بتعرض الماده الغذائيه لدرجه حراره معينه لمدة معينة، المادة الغذائية المحكمة الغلق بتعرضها لإيه؟ بتعرضها لدرجة حرارة معينة ومدة وزمن معين، بعد كده تبص تعمل لها عملية تبريد فجائي، إن أنت بتبردها مرة واحدة. ليه؟ عشان تتخلص من الأحياء الدقيقة المحبة لدرجة الحرارة العالية. تبص تلاقي في بعض انواع الميكروبات تبقى بتحب درجه الحراره العاليه، فانت هتعمل لها زي صدمه، زي تشوك كده، هتعمل عمليه ايه؟ تبريد فجائي. في كمان عندنا الإشعاع. دلوقتي من طرق برضو الحفظ احنا طريقة تعريض المادة الغذائية للإشعاع، وده يعتبر عملية تعقيم على البارد. في عندنا عملية التجفيف. عملية التجفيف ان انت بتخفض المحتوى الرطوبي للمادة الغذائية للحد الذي لا يسمح بنمو الأحياء الدقيقة. في عندك كمان الحفظ الكيميائي. الحفظ الكيميائي المقصود بيه ان انت بتحط المواد الحافظه بالنسب المصرح بيها واللي وردت في المواصفه القياسيه علشان تحافظ لك على الاكل اللي عندك. في عندك كمان التعليب المفرغ من الهواء، ان احنا برضو من ضمن الحاجات ان احنا بناخد بالنا من عمليه التعبئه والتغليف، لازم يكون عمليه التعليب مفرغ من الهواء علشان ما تنموش اي احياء دقيقه. بهذه بالعمليات دي بتسهم في سلامة الغذاء. ممكن في الحتة دي مثلا يجي لك صح وغلط، يجي لك صح وغلط، يعني ممكن يقول لك ايه؟ التبريد الفجائي هي من عمليات الانتاج التي تسهم في الحفاظ على سلامة الغذاء، صح؟ ممكن نقول سؤال تاني برضه صح وغلط، يقول لك ايه؟ عملية التعليب المفرغ من الهواء لا يسهم في عملية في الحفاظ على سلامة الغذاء، لا غلط. يبقى احنا لو كنا عارفين المراحل المعينة، المعاملة الحرارية، التبريد الفجائي، الإشعاع، التجفيف، الحفظ الكيميائي، التعليب المفرغ من الهواء، كل دي بتسهم في الحفاظ على سلامة الغذاء. هنيجي للسؤال اللي بعد كده، بيقول لك ايه؟ ما هي الممارسات الجيدة لضمان الحصول على غذاء سليم بأماكن تقديم الطعام؟ دي من ضمن الأسئلة بتيجي بيها صح وغلط. دلوقتي انت في حاجات لازم تعملها علشان خاطر أماكن تقديم الطعام يبقى الغذاء عندك سليم. ايه هي؟ أول حاجة المحافظة على النظافة، دي أول حاجة. تاني حاجة تنظيف جميع السطوح التي يمكن أن تلامس الطعام. اي حاجه بتلمس الطعام لازم ننظفها كويس جدا. في كمان فصل الطعام الني عن الطعام المطبوخ، طبعا ده بيبقى في المطبخ اساسا، في جزء الاستلام الماده الخام، ودي الحاجه النيه اللي هتبتدي تتعمل لها عمليه تجهيز، وفي صاله تانية او مكان تاني ده لعمليه الطهي، لازم نبعد ده عن ده، بيبقى في فصل بينهم. في كمان اللي هو طهي الطعام جيدا، لابد ان احنا بنطهي الطعام جيدا خصوصا اللحوم والاسماك، لازم يتم عمليه الطهي بطريقه صحيحه. برضو لازم ان احنا نتأكد من مصدر المية اللي بتستخدم، مصدر المية بيكون سليم، وكمان بنحفظ الغذاء بطريقة صحيحة. كل لو انت عملت كل الكلام ده وتبتدي اماكن تقديم الطعام، تلاقي الاكل اللي عندك او الغذاء اللي عندك بيبقى نقول عليه غذاء آمن. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما هي الاحتياطات الواجب مراعاتها عند نقل الأغذية؟ طبعا خلي بالك كويس جدا ان احنا علشان بننقل الاغذيه من مكان الى مكان، شايفين المنظر بتاع العربيات اللي هي بتنقل الاغذيه، شايفين شكلها من جوه ازاي؟ العربيات دي بتكون نظيفه جدا، بس لازم في احتياطات واجب مراعاتها لما بنيجي ننقل الغذاء. ايه هي؟ اول حاجه حمايه الغذاء من مصادر التلوث. اي حاجه فيها مصادر تلوث لابد ان احنا بنبعد عنها تماما. برضه من ضمن الحاجات اللي هي حماية الغذاء من مصادر التعرض للتلف، ما يبقاش مثلا انت معبي مادة غذائية وتيجي تحطها في حاويات تبص تلاقي يحصل فيها اي قطع او اي حاجة تبقى مصدر لدخول تلوث، يحصل لها اي نوع من انواع التلوث. كذلك ان احنا المفروض نعمل توفير مناخ مناسب خالي من الميكروبات. التلات حاجات دي شروط نقل الغذاء،
شروط نقل الغذاء، يبقى أول حاجة حماية الغذاء من مصادر التلوث، رقم 2 حماية الغذاء من مصادر التعرض للتلف، رقم 3 توفير مناخ مناسب خالي من الميكروبات. السؤال اللي بعد كده بيقول لك إيه؟ ما هي الصفات الواجب توافرها في الحاويات المستخدمة في نقل الغذاء؟ الحاويات زي ما احنا شايفين كده في الصورة، الحاويات اللي انتوا شايفينها دي حاويات اسمها حاويات نقل غذاء، بتبقى حاوية بيتحط فيها معظم الأكل اللي هو هنبتدي ننقله، دي اسمها حاوية زي ما انتوا شايفين شكلها كده. الحاويات دي ليها شروط، ايه هي أهم شروط الحاويات دي؟ أول شرط إنها لا تسمح بتلوث الغذاء، تبقى فيها شروط صحية جيدة علشان خاطر ما يحصلش أي نوع من أنواع التلوث. في كمان حاجة تانية إنها يمكن تنظيفها وتطهيرها بسهولة، ينفع يبقى سهل ان احنا ننظفها. في كمان الحاوية المفروض يكون فيها تسمح بفصل انواع الغذاء المختلفة، يعني مثلا لو احنا عندنا الخضر الفاكهة تسمح يبقى فيها فواصل، الفواصل دي تبتدي جوه الحاوية بحيث ان احنا عارفين المكان ده في الخضر في الفاكهة في الثمار كل حاجة. يبقى في كمان حاجة من ضمن الحاجات اللي هي توفر الحماية من التلوث، كمان بتوفر درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، يعني لازم برضو تكون فيها ترمومتر لقياس درجة الحرارة، وبتوفر نسبة رطوبة علشان ما يحصلش فساد للغذاء. كمان بتسمح بقياس درجة الحرارة والرطوبة زي ما انا قلت لكم من قيمة شوية، ان لازم العربيات دي بتكون مزودة بترمومتر، الترمومتر ده يبتدي يقيس درجة الحرارة ويبتدي يقيس ويبقى مزود بجهاز لقياس الرطوبة عشان انت تبقى عارف المادة الغذائية اللي بتحطها جواك تبقى بتتنقل بحيث ما يحصلش فيها اي نوع من انواع الفساد. في سؤال بعد كده بيقول لك ايه؟ الاشتراطات الواجب توافرها في محلات الجزارة. دلوقتي عندنا في محلات الجزارة اللي بنذبح فيها بنقطع اللحمة فيها ونبتدي نعرضها للبيع، محلات الجزارة دي لابد ان احنا نهتم بيها كويس جدا، لان لو ما اهتمناش بيها هتبقى مصدر لفساد الغذاء وهي اللحوم. في حاجات لابد ان احنا نراعيها علشان خاطر يبقى في سلامه في الغذاء وغذاء في اللحمه بالذات. اول حاجه مساحه المحل بتكون مناسبه ومتوفر فيها الشروط الصحيه، ما يكونش محل صغير، لا يكون محل مناسب مساحته كويسه وفيها شروط صحيه وممارسات تصنيع جيد، دي اهم حاجه. برضو لابد ان تكون واجهه المحل من السلك طبعا عشان ما يدخلش اي نوع من انواع الحشرات. برضو في حاجات عدم وجود دورات مياه داخل المحل، ما ينفعش يكون محل لحوم وتبدي يبقى فيه دورة مياه تبقى مصادر التلوث. خلي بالك برضو ان في المحلات لابد ان بيكون في منصة كده خشبية، دي برضو بتكون بتحط عليها اللحمة دي برضو من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها. برضو سهولة تصريف المياه داخل المحل، لازم تكون اماكن لتصريف المياه تبقى بميل، ما يبقاش مكان تصريف عالي وبالتالي بتتراكم المياه وبتصبح مصدر للتلوث، دي برضو لازم نبقى ناخد بالنا منها. برضو لازم وضع لوحة تبين نوع اللحم وسعرها، اللحم ده نوعه ايه، لحم ضاني، لحم جملي، لحم جاموسي، الكلام ده كله لازم يتكتب عليه، وتبص تلاقي لازم يتكتب عليها السعر بتاعها كمان. برضو من ضمن الحاجات اللي هو لازم عدم نقع اللحمه في الميه، ما اجيبش انا لحمه واقطعها وانقعها في الميه، طبعا كونها انها تتنقع في الميه يبقى انت هتفقد معظم الاملاح المعدنيه والقيمه الغذائيه بتاعتها، الكلام ده ما ينفعش ان يتعمل طبعا. برضو لازم من ضمن الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها ان انت ما تفرمش اللحمه الا في وجود المشتري، اجيش انا اجيب اللحمه جاهزه واقول له ايه هي خلاص هي كده مفرومه، لا ده انت لازم المشتري يبقى قصادك تحط اللحمه اللي هتفرمها قصاده علشان تبقى مطمن وعنده طمانينه في اللحمه اللي هو حاططها. وجود ثلاجه تبريد للحوم مناسبه للحوم ودرجه حرارتها من الصفر المئوي لواحد تحت الصفر. وجود ثلاجه تبريد للحوم مناسبه للحوم ودرجه حرارتها من الصفر المئوي لواحد تحت الصفر، دي من ضمن الحاجات اللي لازم برضو ناخد بالنا منها. ان تكون الاختام واضحه على الذبيحه،
طبعا في اختام بتتدبق، طبعا بيبقى في كشف بيطري على اللحمه، والكشف البيطري ده طبعا بعد ما بيكشف بيبتدي يختام ختم لك اللحمه، بيكون مثلا تاريخ الذبح، وبيبقى فيها نوع اللحمه، وبيبقى فيها كل المعلومات عن طريق الختم ده. لازم يبقى اللحمه اللي قدامك تتاكد ان عليها الاختام. في كمان حاجه لا يسمح بفرم اللحم امام المشتري زي ما انا قلتها من قيمه شويه، أن تكون وسيلة النقل بالنسبة لسيارات مبردة. لما تيجي تنقل لحمة من مكان لآخر لابد أن تكون السيارات نظيفة ومجهزة ومبردة، بحيث لا يحدث أي نوع من أنواع الفساد. دي اسمها الاشتراطات الواجب مراعاتها في المحلات بتاعت إيه؟ بتاعت الجزارة. طب أنا برضو في حاجة عايزة أقولها، إن في المحلات بتاعت الدواجن، المحلات اللي بتبيع الدواجن برضو نفس الحكاية. لما اجي اقول الاشتراطات الصحية بتاعتها للمحلات دي بالذات، برضو عايزة اقولها كده، ان اول حاجة ان المحلات دي بتاعت الدواجن تكون ما تكونش في اماكن حساسة. يعني ايه زي اماكن حساسة؟ ما تكونش مثلا جنب صيدليات، ما تكونش جنب مستشفى. برضو نفس الحكاية، لابد ان يكون على النوافذ في اسلاك، لابد ان تكون هناك في مراوح للتهوية لطرد اي ذباب. برضو انا عايزه اقول لكم كمان بالنسبه للاقفاص، الاقفاص لابد انها ما تكونش مكدسه بالدجاج. ليه؟ لانها لو كانت مكدسه بالدجاج وفي اي اصابه من دجاج، في عنده اي مرض، تبص تلاقيه يتنقل بسرعه بسرعه لبقيه الدجاج. برضو الدجاج لابد ان احنا نتاكد من الكشف على الدجاج بطريقه صحيحه عشان نعرف ما يبقاش فيه اي نوع من انواع الامراض. برضو لابد ان يكون داخل المحل جهاز لنتف الريش. برضو المخلفات بتاعت الفراخ لابد ان احنا ناخد بالنا جدا ان بيكون في مكان معد للتخلص من الفضلات، وبتكون اكياس نايلون وتتقفل كويس لحد ما يتم التخلص منها بالطريقه الصحيحه. في بيقول لك ايه؟ ايه هي الشروط الواجب توافرها في محلات بيع الدجاج المبرد؟ ايه هي الشروط الواجب توافرها في محلات بيع الدجاج المبرد؟ شايفين اهو عندنا اهو تلاجات، اهي التلاجة دي فيها دجاج، الدجاج اهو دجاج مبرد محطوط في اكياس نايلون اهي. نقول ايه هي الشروط؟ اول شرط ان تكون هناك تلاجة عرض، ان تكون هناك تلاجة عرض بواجهة زجاجية لعرض الدجاج المذبوح والمبرد. لازم يكون في تلاجة كده بواجهة زجاجية تبقى باينة وموجود فيها التلاجة بطريقة واضحة بحيث تبقى شايفها. أن تكون كل دجاجة داخل كيس نايلون، أن تكون كل دجاجة داخل كيس نايلون. التاريخ كيس النايلون ده بيبقى طبعا مغلق كويس، مكتوب عليه تاريخ الذبح امتى، مكتوب فيها تاريخ انتهاء الصلاحية، مكتوب فيها الوزن قد ايه، مكتوب فيها اسم المنتج ايه، كل ده بيبقى موجود حتى في التلاجة. برضو في حالة بيع الدجاج المجمد، في حالة بيع الدجاج المجمد يجب توفر تلاجة كهربائية اللي هي الفريزر، لابد ان تكون بغطاء متحرك لا تزيد درجة حرارته عن 18 درجة مئوي تحت الصفر، وبعد كده ومدون عليها كيس الدجاج تاريخ التجميد وتاريخ انتهاء الصلاحية. يبقى لازم ان احنا ناخد بالنا من الخطوات دي كويس جدا. طيب في دلوقتي حاجة جديدة، احنا دلوقتي المصنع التغذية، مصنع الأغذية، لابد ان احنا بنراقب العمال اللي موجودين في مصانع التغذية. العمال دي لابد ان احنا بنراقب صحتهم، وكل فترة والتانية بنعمل لهم عملية تحاليل دورية. التحليل الدوري ده عبارة عن ايه؟ الشهادة الصحية ان هي بتثبت خلوهم من الامراض المعدية. طيب دي اسمها يقول لك ايه؟ عرف الشهادة الصحية. عرف الشهادة الصحية. الشهادة الصحية عبارة عن ايه؟ الشهادة الصحية هي شهادة يلزم حصول جميع العاملين عليها تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، ويكون العامل حاصلا على شهادة تحصينات ضد التايفود والحمى الشوكية. هنقولها مرة تانية، هنقول ايه هي الشهادة الصحية؟ هي شهادة بيلزم حصول جميع العاملين عليها بتثبت خلوهم من الأمراض المعدية، ويكون العامل حاصلا على شهادة التحصينات ضد التايفود والحمى الشوكية. برضو انا عايزة اتكلم واقول حاجة تانية، اقول ان لابد ان احنا لما بنيجي في مصانع الأغذية في حاجات لازم بناخد بالنا منها كتير قوي.
اول حاجه بناخد بالنا من الموقع المقام فيه المصنع بتاع الغذاء. الموقع لابد ان يكون قريب من المواصلات، لابد ان يكون الموقع بعيد عن اماكن الصرف الصحي. الكلام ده لازم ناخد بالنا منه. بتكون يعني بيكون موقع استراتيجي بعيد عن الاحياء السكنيه عشان ما يزعجش الناس. برضو المصنع لما بتيجي بتدخل جوه لازم بنراعي حاجات كتيره جدا فيه، من راعي الادوات، الاسقف، الاضاءه تكون مناسبه، خطوط الانتاج لابد ان تكون فيها شروط صحيه علشان خاطر ما يحصلش اي نوع من انواع التلوث. الارضيات لازم تكون بميل بحيث ان يمكن تصريف المياه اللي فيها بسهوله. برضو لازم بيكون في برامج معده للنظافه، برامج من النظافه بيبقى عارفين كل عامل بيجي يدخل بيعرف الجدول اللي موجود فيه، جدول النظافه ايه، العبوه ايه هينضفها، المكان ايه اللي هينضفه، وبيبقى تملي العمال بيبقوا لابسين زي مش موحد، مثلا بتوع النظافه هيبقى ليهم زي، صالات الانتاج بليها زي، عشان خاطر كلهم لما بيكونوا مع بعض نبقى احنا عارفين كل واحد ايه تخصصه ايه بالظبط. برضو خلي بالك كمان ان الحوائط لابد انها تكون بتصنع من بعض المواد بحيث انها تكون سهلة عملية التنظيف. لابد ان تكون تهوية المصنع جيدة، لازم بيكون في شفاطات، الشفاطات دي بتحاول يعني شفاطاته بتتخلص من الروائح الغير مرغوب فيها. برضو لازم ناخد بالنا جدا ان الاجهزه المستخدمه ان تكون الاجهزه المعدن بتاعها غير قابل للتاكل، بحيث ان الماده الغذائيه ما يحصلش تفاعل بينها وبين الماده الغذائيه بتؤدي الى تسمم غذائي. لازم تكون ما فيهاش ركان، تبقى مستديره بحيث ان انت يسهل الوصول اليها وبالتالي سهوله عمليه التنظيف بتاعتها. برضو لازم تاخد بالك جدا ان انت الميه اللي انت بتستخدمها في عمليات التصنيع الغذائي، الميه اللي بتستخدمها في عمليه التصنيع الغذائي لابد ان تكون ميه يعني معروفه المصدر ومتحلله، بتبقى خاليه من اي روائح، تكون فيها سلامه. برضو في الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها برضو ان انت الشروط الصحيه بالنسبه للعمال نفسهم، لازم العمال بيبقى عندهم بعض السلوكيات الصحيحة، ودي ممكن تبقى عن طريق دورات تدريبية ممكن نعملها للعمال، بحيث انهم مثلا نقول لهم لازم يكون الأظافر مقصوصة، لازم تكون يلبسوا القفازات، لازم يكونوا لابسين الطواقي وهم بيعملوا عملية التصنيع عشان ما يقعش الشعر، لازم ان ما فيش حاجة اسمها التدخين في صالات الانتاج ما ينفعش، لازم يديهم دورات تدريبية في طريقة غسيل الأيد. عملية غسيل الإيد دي ما بتتمش بسهولة، لا دي ليها طريقة معينة في عملية، لازم برضو يبقى في دورات تدريبية لهذه الأحوال. لازم برضو يكون عدم وجود حيوانات أليفة داخل المصنع، ما جيش انا قطه ولا حاجه وتقعد معايا في المصنع، لا الكلام ده مش صحيح. يبقى احنا لازم ناخد بالنا من الحاجات دي كلها. لو انت خدت بالك من كل حاجة، سواء كان من أجهزة، من معدات، من مكان، من موقع، كل ده لو انت اعتنيت بيه كويس هتبص تلاقي الأكل اللي عندك أو الغذاء اللي عندك بنقول عليه غذاء آمن، يعني بيوصلك بيستهلك وبتبقى انت واخد بقى، بتبقى مطمئن. برضو لازم تاخد بالك ان انت كمستهلك خد بالك من كل حاجة، خد بالك من طريقة التعبئة، طريقة التغليف، لو شفت أي حاجة مش صحيحة جوه المنتج تبلغ عنها على طول. لو أنت شفت مثلا وجيت لقيت المادة الغذائية واحد حاططها زي كيس الشيبسي، واحد حاططها في الشمس، أو طريقة العرض مش صحيحة، لازم أن أنت تنصحه تقول له لا ما ينفعش، لازم أن أنت الحاجات دي تحطها جوه المحل بتاعك بتخزين صحيح علشان الزيت والتفاعلات الكيميائية ما تبتديش يتكون بعض المركبات اللي ممكن يكون ليها تأثير سمي على الإنسان. برضو لازم ان احنا نهتم جدا بشكاوى المواطنين، ما يبقاش عشان نبقى نرقى بمستوانا، لازم شكاوى المواطنين لابد ان تكون في الحسبان، نخلي بالنا منها كويس جدا علشان خاطر لو انت خدت بالها الشكاوى نبتدي نحلها، وبالتالي نكون احنا ماشيين في المسار الصحيح وفي المسار اللي للنهوض بالصناعات الغذائية. طبعا احنا كده نعتبر في الوحدة دي بالذات احنا
اتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا جدا. احنا طبعا عرفنا يعني ايه كلمة الغذاء والتغذية، الغذاء والتغذية عرفناهم، عرفنا ايه هي العوامل اللي بتأثر على احتياجات الجسم للغذاء، وقلنا كام انهم 10 عوامل اللي هي سلامة الجسم، الحالة النفسية، العادات الدينية، مستوى تقديم الطعام، العادات الاقتصادية، المناخ والتربة، الكلام دي كلها عوامل بتأثر على الاحتياجات الغذائية. واتكلمنا كمان تدرجنا لأهم العناصر الغذائية اللي بتدخل في عمليات في الأكل. قلنا أول حاجة ابتدينا بالبروتينات وعرفنا إيه فوائد البروتينات، وقلنا البروتينات خلي بالك كويس إنها ممكن بتيجي صح وغلط، أو ممكن يكون أكمل من أهم وظائف البروتينات، أو ممكن يقول لك من أهم وظائف الأحماض الأمينية. هتقول برافو، وشايفة سمع واحد بيقول لي تجديد الأنسجة، صح تجديد الأنسجة يدخل في الإنزيمات وفي الهرمونات، دي صح كده. طب لما أجي أقول لك الجسم الإنسان بيحتاج قد إيه في اليوم بروتين، برافو عليك، بيحتاج 1 جرام لكل 1 كيلو جرام من وزن الجسم. خلي بالك 1 جرام وليس 1 كيلو جرام، يبقى الإنسان بيحتاج 1 جرام لكل 1 كيلو جرام من وزن الجسم. البروتين الوحدة الأساسية فيه إيه؟ البروتين الوحدة الأساسية فيه عبارة عن الأحماض الأمينية، في نوع أحماض أمينية أساسية وفي أحماض أمينية غير أساسية. برضو في حاجة كمان خدناها، خدنا الدهون، الوحدة الأساسية في تكوين الدهون إيه؟ هي عبارة عن الأحماض الدهنية، وعرفنا وظائف الدهون إيه؟ قلنا قولوا كده وظائف الدهون، مصدر للطاقة، مصدر الأحماض الدهنية الأساسية، بيقي الجسم من يقلق الجسم من الشعور بالبرد. طبعا انا عملت لكم كده زي مراجعه سريعه في الاخر، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها، واتمنى لطلبه وطالبات التعليم الزراعي وكل الطلبه النجاح والتوفيق، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.